جاله عقد الاحتراف بتاع بازل. الموضوع ده طبعا في ناس كتير جدا ما تعرفش كواليسه، لكن انا يمكن بقوله يعني يمكن لاول مره، كان في ناس كتير جدا في نادي المقاولين مش يعني مش موافقه ان محمد يروح بازل. كان في وقتها العرض اللي جد فعلا كان نادي الاهلي في الوقت ده، يعني النادي الاهلي هو اللي كان عايز محمد صلاح. احنا كان في الوقت ده كان معانا الكابتن محمود ابو السعود حارس المرمى، كان جالنا عاره من النادي الاهلي، فبدا في المفاوضات ان محمود ابو السعود يبقى موجود معانا ومحمد صلاح يروح ويندفع فلوس للنادي المقاولين، وليكن مثلا نتكلم في 7 مليون او 10 مليون مثلا في الوقت ده. محمد في الوقت ده كان جاي له بازل برقم كويس، كان جاله 17 مليون. فللاسف ان الناس في المقاولين في الوقت ده كانوا متسهلين ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي اكتر من ان هو يسافر ويحترف في الوقت ده يعني. طبعا محمد كان واخد القرار ان انا عايز احترف في الوقت ده، اصلا لو اي لعيب جاله نادي الاهلي معلش يعني كان مش هيفكر في اي حاجه تانية غير النادي الاهلي، خصوصا انه كان عاصر جيل كبير جدا. كان الكابتن محمد ابو تريكه وكابتن بركات وكابتن وائل جمعه كابتن عصام الحضر، كان اقصد ان كان في كوكبه كبيره جدا جدا، كابتن سيد معوض احمد فتحي نجوم، فاي حد يتمنى انه يكون موجود مع المجموعه دي. لكن هو كان عنده تفكير لحاجه معينه، وكان عنده حاطط خط لنفسه كده يمشي عليه لحد ما يوصل للحاجه اللي هو عايزها، فهو اختار ان هو يكون الاحتراف. فطبعا الكواليس بقى اللي جوه الموضوع ان محمد صمم على الاحتراف لدرجه ان هو وصل للنادي رساله ان انا لو مش همشي البازل خلاص انا بالنسبه لي هقعد في المقاولين مش هروح نادي الاهلي. وساعتها كان في زمالك في كلام في الزمالك، لكن انا بتكلم كان اللي جد وقتها كان النادي الاهلي، فهو خلاص خد القرار ان انا مش هلعب. طبعا ده لا يقل لا ما يقللش ابدا ابدا من نادي الزمالك ولا ابدا من نادي الاهلي، لكن هو كلاعب حاطط هدف في دماغه ان انا عايز احترف. حتى الفلوس اللي كان عقد محمد هياخدها من بازل ممكن تقريبا قد النادي الاهلي، يعني انا اقصد ما كانش مسافر عشان فلوس، هو كان باصص الموضوع كله بالنسبه له ان انا مسافر وعايز ربنا يكرمني ومش عايز اوصل لاحتراف زي اي لعيب احترف فتره تالق فتره ورجع. لا، كان عنده هدف انه مش هيرجع من اوروبا غير وهو واحد من اجمد اللعيبه اللي موجودين في العالم. والله الكلام ده انا بقوله لان الكلام ده اتقال لي. موقفين لمحمد صلاح مش هنساهم ابدا 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 في حته الاحتراف بتاعته. هو كان الموضوع ده بتاع بازل ان هو صمم. الناس في المقاولين طبعا زي ما قلت لحضرتك كانوا يعني ما فيش رد كويس ان هم وقفلوا الموضوع على بازل، حتى ما طلبوش عرض برقم فيترفض او يتقبل، لا ده هم رفضوا ان هم مش محمد مش للبيع يعني. لكن اللي حسم الموضوع ده كله ابراهيم بمحلب في الوقت ده، محمد طلب ان هو يقابله، فبصراحه حصلت المقابله وطلب منه انت ايه طلباتك يا محمد؟ قال له انا عايز احترف وكده، انا جايب رقم كويس للنادي وفي نفس الوقت انا طموحي ان انا اسافر وكده. بالفعل هو وافق على العرض وحطوا نسبه في البيع، ومحمد سافر عمل فتره معايشه لمده اسبوع بعد كل حاجه خالصه. لكن انت عارف الناس في اوروبا بيبداوا يبصوا للعيب في فتره المعايشه، مش كوره يعني مش حاجه فنيه، بيبداوا يبصوا المواقف ممكن تحصل معاك هتتعامل معاها ازاي. محمد من الناس الهاديه يعني. الحمد لله تم التعاقد مع نادي بازل لما كان في بازل وبيلعبوا تشيلسي وسجل في الماتش ده. فانا سؤالي كان زي نفس سؤالك كده، محمد انت شايف اللعيبه دي ازاي؟ او لان تشيلسي بالنسبه لنا كان في الوقت ده هما كانوا واخدين دوري، وكان في لعيبه كبيره جدا واسامي تقيله جدا. احنا بالنسبه لنا كان دروجبا ده مثلا في افريقيا حاجه كبيره، لغايه الان لعيب من اكبر اللعيبه اللي ادت لمنتخب بلادها او حتى في النادي واسم كبير جدا. فانا بساله يعني نفس السؤال كده، بقول له يا محمد انت اللعيبه دي بالنسبه لك ايه ولا كذا ولا كذا، مين اللعيب اللي لفت نظرك؟ ففي الوقت ده كان هازارد اصلا مش من اللعيبه الاساسيه في الفرقه، يعني ما كانش بيلعب بشكل اساسي. فقال لي في لاعب، والله العظيم قال لي في لاعب بيلبس 17 في تشيلسي اسمه هازارد، قال لي ده هيبقى حاجه كبيره، هيبقى لعيب كبير جدا. فبقول قال لي بص فنتاته غريبه، قال لي اللعيب ده اكتر لاعب لفت نظري في الماتش، يعني اكتر لاعب لفت نظري في المباراه كلها هو هازارد رقم 17 ده. فانا بدات اركز مع هازارد، كانت اول مباراه لي يبدا بشكل اساسي، هم واخدين دوري خلاص كانوا بيلعبوا مانشستر سيتي، وفعلا لقيته لعيب كبير جدا. بعد كده طبعا هازارد بقى هازارد يعني. كان في الوقت ده على ما اعتقد شاكيري كان راح بايرن، فانا بقول له ده الفرقه دي كذا، قال لي هم عاملين توأمه معاهم على ما اعتقد او حاجه زي كده، بس انا لو جالي البايرن مش همشي. فانا بضحك على كلامه يعني، بقول له بايرن ومش عايز تمشي ازاي يعني. ف
فقال لي والله انا بكلمك بجد، قال اصل البايرن لو انا رحت البايرن، انا طبعا انا بسمع الكلام في الوقت ده بالنسبه لك كان مثلا انا بلعب في فرقه درجه تانية هنا في مصر، وبقول له لو جالي الاهلي مش هروح بالظبط. فطبعا انا مستغرب، بس انا في نفس الوقت بسمع له، انا بحبه جدا فبسمع له. فقلت له طب ليه يعني الفكره من ايه؟ قال البايرن لو انا جالي بعد كده ومشيت معاهم بشكل كويس وجالي حاجه مش هيمشوني. ثانيا مين اللي موجود دلوقتي هناك؟ انا لو رحت مش هلعب. فمين اللي موجود؟ كان ساعتها فرانك ريبيري على ما اعتقد، وكان روبن، الاثنين كانوا ساعتها من اساطير النادي يعني، واخدين دوري ابطال اوروبا وكانوا مكسرين الدنيا. ثانيا قال لي فرانك ريبيري جاله اكتر من مره العرض لريال مدريد ومش بيسيبوه، يعني مش بيسيبوا حد، فانا مش هيبقى طموح بالنسبه لي يعني. دي نقطه. النقطه الثانيه انتقاله من تشيلسي لفورنتينا، الكلمه دي والله فعلا هو قالها يعني بالنص. احنا عشان صحابه قريبين منه بنبقى دايما عايزين له الحاجه الكويسه وعايزينه يبقى في احسن مكان في الدنيا. محمد سعد بالنسبه لي ده اخويا وعشره عمري، وحد انا يعني انا بحبه جدا 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 يعني، لو بضحي بروحي لحد يبقى لمحمد صلاح. ف بكلمه فبتناقش معاه، كنت انا كمان مش في مصر في الوقت ده، فكان في تواصل بيننا دايما يعني. فانا بكلمه بقول له محمد ايه خطوه فورنتينا وليه يعني وكده، فطب ليه مثلا يعني، انا بحاول اجيبها له بشكل ما يكونش يجرحه. فانا بقول له طب ممكن كنا مثلا فكرنا في نادي اقل شويه من تشيلسي، انت رايح على نادي واخد دوري واللعيبه اللي موجودين كلهم نجوم وانت لسه جاي من ليفل اقل شويه، فاحنا ممكن نروح لفرقه في الدوري الانجليزي اقل شويه ونلعب ونظهر. قال لي انا فورنتينا دي ان شاء الله باذن الله هتبقى سبب في رجوعي للدوري الانجليزي، وهرجع الدوري الانجليزي من اوسع ابوابه. الكلمه دي قالها وهو لسه ما عملش اي حاجه خالص. فان انت تكون حاطط طموح قدامك وتتكلم في حاجه قبل ما تحصل، ده لو ده اللي يدل على واحد بيفكر في كل خطوه هو عايز يعملها. ففعلا راح فورنتينا كسر الدنيا ان شاء الله. بعد كده راح روما، وبعد كده طبعا النقله اللي كانت ليفربول، فعلا دخل من اوسع ابوابه يعني، دخل الدوري الانجليزي من اوسع ابوابه.